وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن التاريخ لا يمكن تزييفه ولا تشويهه، لافتا إلى أن ما عرض في مسلسل الاختيار قليل جدا أمام ما بذل من جهد في أصعب الأوقات وما لا زال يقدم. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين بالمحافظة على البلاد من أهل الشر، عشان الولاد الصغيرة دول لما يطلعوا ويكبروا وحد يقول لهم، لما هم يقولوا إحنا أبناء الشهداء، إحنا أبناء الأبطال اللي حافظوا على البلد دي، فمحدش يقول يزيف ويشوه تاريخهم ويضيع قيمة اللي هم عملوه. أنا عايز أقول لكم تاني، شفتوا قد إيه عمل درامي بألف كتاب وبألف ساعة حوار. وكشف رئيس السيسي عن تعرض الجيش لثلاثة تهديدات مباشرة من جماعة الإخوان، وأضاف الرئيس أنه استمر لسبع سنوات لم يذكر اسمهم إلا بقول أهل الشر حتى يعطي فرصة لهم للتراجع. أنا عايز أقول لكم الموضوع اللي حصل فيه تهديد مباشر للجيش اتعمل ثلاث مرات. مرة اتعمل مع المشير الله يرحمه حسين طنطاوي، ان لو الانتخابات والنتائج طلعت غير الرئيس الله يرحمه مرسي يبقى البلد هتولع. المرة الثانية لما خيرت الشاطر قال احنا نقدر، حرقنا المقرات بتاعت الامن الوطني ونقدر نعمل محاكمة شعبية ليهم ونحاكمهم. المرة الثالثة كانت ليا شخصيا، قسما بجلال الله 45 دقيقة يعمل لي بإيده كده، 45 دقيقة يقول لي هنقتل وهنجيب من كل حتة وهتولع الدنيا.